قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في الجزء الثالث الصفحة 340: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري قال حدثنا يزيد بن زرائع قال حدثنا ابن ابي هند عن عكرمة بن عباس قال: كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فارسل الى قومه: ارسلوا الى رسول الله هل لي من توبه؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله: وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فارسل اليه قومه فاسلم. الحديث رجال الصحيح، وقد اعاده مرسلا وموصولا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الضمعان في الصفحة 427، والطحاوي في مشكل الآثار في الجزء الرابع في الصفحة 64، والحاكم في الجزء الثاني في الصفحة 142، وفي الجزء الرابع في الصفحة 366. وفي كلا الموضعين قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. وهذه قراءة في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار وموتانا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وهذه الآيات أيها الكرام الفضلاء التي نحن سنتكلم عنها هي الآية 89، ويلحق بها 86 والثمانون. وهذه الآيات أيها الكرام الفضلاء في أسباب نزولها أن رجلا ارتد من الأنصار، كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم بعد ذلك فأرسل إلى قومه أن أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. الحديث. وأيضا جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق علي بن مسهر، وأخرجه أحمد بن منيع في الإتحاف بذيل المطالب، والواحدي في أسباب النزول من طريق عكرمة به قال، وأيضا ذكره الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن قال: حدثني ابن المثنى، طبعا هو محمد بن المثنى العنزي الزمن، روى له أصحاب الكتب الستة وروى له الجماعة من غير واسطة، هو والتبوذكي ومحمد بن بشار، هؤلاء من ضمن الذين روى لهم الجماعة من غير واسطة. قال: حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة بنحوه ولم يرفعه إلى ابن عباس. وأيضا جاء في عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية، أيضا من طريق الواحد في أسباب النزول مثله، أنه نزلت في رجل ارتد من الأنصار. وجاء أيها الكرام الفضلاء أن نسم هذا الرجل الحارث ابن سويد. وهذا من فوائده المبهمات. نحن قلنا أيها الكرام الفضلاء من المبهمات
هم الذين يبهمون في الإسناد أو يبهمون في المتن، كما يأتي المبهمات في القرآن وفي السنة. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، فهنا المرأة مبهمة والرجل أيضا مبهم. فهنا ابن الخطيب البغدادي ألف كتاب في المبهمات، وابن بشكوال الأندلسي ألف أيضا كتابا في المبهمات، والبحث عن هذه المبهمات يفيدنا أيها الكرام الفضلاء. وهناك مبهمات البحث فيها لا يفيد، مثال ذلك: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فترد بعض الناس يضيع وقتا طويلا، النملة هذه نملة بيضاء ولا نملة من اللون الأحمر ولا من النمل الأسود ولا من النمل العسكري ولا من النمل الكبير ولا من النمل الصغير، هذه مبهمات لا فائدة من البحث من ورائها، لأن الغاية إنما هي في القصة التي ساقها القرآن في الاستفادة منها، وليس الغاية في مسألة البحث عنها. مثال ذلك: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. لا فائدة من البحث وراء هذا الغراب، أكان غرابا إفريقيا أم كان غرابا آسيويا، ما نستفيد من مثل هذه الأشياء. ولذلك لما شدد بنو إسرائيل في مثل هذه المبهمات شدد الله عليهم، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نكرة في سياق جملة الأمر تفيد العمل، لو أتوا بأي بقرة من طرف السوق فذبحوها أو نحروها على قول من يقول إن البقرة فيه الذبح والنحر، فلانتهى الأمر، لكن لما شددوا شدد عليه. فلذلك هذا يعتبر من التنطع والتكلف المنهي عنه. على كل حال، عن مجاهد بن جبر المكي أن هذا الرجل هو الحارث ابن سويد، أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم كفر فرجع إلى قومه، فأنزل الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فحملها رجل من قومه إليه. وهذا يا إخوان من فوائده حب الخير للغير. وهذا أمثلته أيها الكرام الفضلاء، أمثلته كثيرة، حب الخير للغير هذا أمثلته كثيرة. منها أن رجلا اشتب مع رجل فغضب غضبا شديدا حتى كادت أنفه أن تسقط من شدة الغضب، فإذا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام، ومر معنا في كتاب الأذكار هذا: علمت كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب معاذ وحملها إليه فقال الرجل: إني لست مجنونا. وهذا من فوائد أيها الكرام الفضلاء: من أحب الخير فلينشره إلى الغير، من أحب الخير فلينشره إلى الغير، فالدال على الخير كفاعله، ومن دل على هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن الخير أيها الكرام الفضلاء مثل هذه المواقع الزوم وغيرها، جعل الله عز وجل فيها خيرا كثيرا، ويجتمع الناس عليها في ذكر الله تبارك وتعالى. ومن الخير هي ما جعله الله لك من وسائل التواصل المختلفة عبر سناب، تويتر، الانستغرام إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. هذه كلها من أسباب الخير ومن أسباب البركة، فعليك أن تستعملها فيما يصلحك عند الله تبارك وتعالى. اعلم أخي المبارك، كل ما أنت تنشره أنت محاسب عليه. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فحملها ذلك الرجل من قومه إليه فقرأها عليه، فقال الحارث: سبحان الله، إنك والله ما علمت لصدوق. قال له: لا نعرف عنك إنك صادق، والله ما لا يأتيني منك إلا خبر الصدق. وهذا من فوائده أن الإنسان لابد أن يتحرى الصدق وأن يبتعد عن الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن رسول الله لأصدق منك. انظر، وهذا سبحان الله بذرة الخير المولودة في الحارث ابن سويد. وهذا من فوائده أن الإنسان تقع منه المعصية، من ذا الذي ترتجى سجاياه كلها
كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. كلنا ذو خطأ أيها الكرام الفضلاء، ربما يزل أخوك، ربما يزل صديقك، ربما يزل جارك، تزل زوجتك، يقع منها الخطأ، يقع منك أنت الخطأ، فلا بد أن تكون أيها الكريم الفاضل ذا صفح وذا حب. وبذرة الخير تتحرك في صاحبها، وبذرة الخير تتحرك في صاحبها. والإنسان أسير الإحسان، والإنسان أسير الإحسان. ولذلك انظر إلى هذا الحارث بن سويد، بذرة الخير الذي فيه تحركت الآن لما سمع الذكر الحكيم. ولذلك يقول ربنا عز وجل: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك إن أفضل ما يتلى على العصاة، ونسأل الله أن يعافينا جميعا، هو القرآن، مو الأناشيد، إنك ترسل لهم أناشيد والآهات هذه، لا، أفضل ما يتلى للدعوة إلى الله عز وجل هو القرآن، كما فعل النبي مع أبي الوليد لما أتى إليه وقال له: لقد سفهت أحلامنا، وإن قوم ولو أردت ملكا أعطيناك، إلى آخر هذا الحديث الذي رواهم ابن إسحاق في السيرة. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ اسمع مني. فأخذ يتلو عليه أوائل سورة فصل، فإذا به قال: وإن رسول الله لأصدق منك، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. رواه عبد الرزاق في المصنف، وذكره الواحدي في أسباب النزول. وجاء أيضا أيها الكرام الفضلاء ما يؤيد ذلك، ما عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى مصنف عبد الرزاق أيضا، وإلى مصنف عبد ابن حميد. قال: أنزلت، يروي عن السدي، قال: أنزلت في الحارث ابن سويد الأنصاري كفر بعد إيمانه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ثم تاب وأسلم فنسخها الله عنه، فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني كل إنسان تاب وأصلح في توبته فإن الله عز وجل غفور رحيم، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وهذا يدلك على سعة رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل في أرجى آية كما نقل الطبري وابن كثير والقرطبي وغير واحد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما عظم الذنب عندك أيها الكريم الفاضل، فتجمل وأسرع بالتوبة إلى الله عز وجل. وإن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، ونحن الآن في هذه النفحات في شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام سنة العدنان، فلا تضيعه أخي الفاضل. وجاء أيضا أيها الكرام الفضلاء مثله عن مجاهد وعن ابن جرير وغيره. قال: هو رجل بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانهم. وجاء عنه أيضا قال: لحق بأرض الروم فتنصر. وهذا من فوائده أن الإنسان لا ينبغي أن يكون محبا للسكنى مع الكفار في ديار الكفار. قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره: المسلم والكافر لا تترى ناراهما. وقال صلى الله عليه وعلي وصحبه وسلم: أنا بريء من رضي بالعيش بين الظهراني الكفار. فلما لحق بأرض الروم وتنصر، كتب إلى قومه: أرسلوا لي، هل لي من توبة؟ قال: فحسبت أنه آمن ثم رجع، أي رجع بعد ذلك. ومن رحمة الله عز وجل آخر الآيات: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. قال الطبري: عني بهذه الآية أهل الكتاب، لأن عكرمة يقول: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن السويد بن الصامت
وحوح ابن الأسلت في 12 رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، والأصح ما ذكر أولا، هو أصح الأقوال ما ذكر أصح الأقوال ما ذكر أولا، ما ذكر في أول لقائنا هذا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.